مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا، بيشرفني جدا يكون معايا في هذه الفقره الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه والتنظيمات الجهاديه. مساء الخير يا استاذ ماهر. مساء الخير يا فندم، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. خلينا نبتدي الفقره بالترحم على ارواح كل الشهداء، مش بس بمناسبه اليوم العالمي للاحتفال بضحايا الإرهاب، إحنا كمان بنتكلم بالأخص على شهدائنا وعلى الناس في العصر الحديث بتاعنا. يعني شفنا الأطفال المصريين شافوا كم رهيب من الشهداء بسبب الأعمال الإرهابية. طبعا ربنا يرحم كل الشهداء ويتقبلهم عنده في الجنة بإذن الله، جميع شهداء مصر يا رب العالمين. أستاذ ماهر، يعني إمتى بدأ العالم يفكر في إن هو يحتفل بهذا اليوم اللي هو إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب؟ أعتقد إن الاحتفال ده يعني بدأ بعد 11 سبتمبر، يعني التفجير الإرهابي اللي تم في 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، والضحايا الأبرياء اللي ماتوا من كل الجنسيات، في الحقيقة ما كانوش أمريكيين بس، كانوا من كل الجنسيات في المبنى الكبير ده، واللي هم ما لهمش أي جريمة، ما عملوش أي شيء، هو بس القتل بالجنسية، يعني القتل بالبطاقة أو بالباسبور أو بجنسية الشخص دون مراعاة يعني لأي شيء، لأي دين، لأي طائفة، لأي أي شيء. هذه العملية البشعة أعتقد العالم لفتت انتباه العالم كله فيما بعد للإرهاب، لفتت العالم كله للاهتمام بالضحايا، ضحايا الإرهاب، ضحايا العمليات الإرهابية، اللي هم في أحيان كتيرة جدا بيبقوا ماشيين منهمش علاقة بأي شيء في الشوارع، وبيحصل تفجير انتحاري بيموت أطفال وبيموت نساء وبيموت ناس عزل أبرياء منهمش علاقة بالسياسة أصلا. الاحتفال بيذكرنا بده، بيذكرنا دايما بالإرهاب وبجريمة الإرهاب. رأيك إيه في جرائم إرهابية ارتكبت على أرض مصر وحصدت أرواح شهداء كثيرين جدا من الشعب، من الجيش، من الشرطة، من الأقباط، من الشيعة؟ يعني إحنا شفنا الحقيقة كل أنواع جرائم الإرهاب في الفترة السوداء اللي حكم فيها الإرهابيين مصر وتنفيذهم لتهديدهم لو الدولة فضت رابعة، وإحنا كنا بنحتفل بذكرى فض رابعة يمكن في 14 أغسطس لسه من الأسبوع الماضي. حب أعرف رأيك حضرتك من أكتر الناس اللي درست وتحدثت إعلاميا وصحفيا عن هذا الموضوع. طبعا ضحايا الإرهاب يعني أنا همس في الفترة ما بين 2014 حتى 2019 عمليات الإرهاب كانت متصاعدة إلى عام 17 ونزلت قليلا الخط البياني والمعدل لغاية عام 19 بعد العملية الشاملة في 2018. ضحايا العمليات الإرهابية في الحقيقة من كل الأعمار، ويعني من المسيحيين ومن المسلمين، وطبعا شفنا حادثة الشيعة اللي احنا شفناها كلنا على مرأة ومسمع من الجميع، طالت طوائف الشعب، طالت محافظات مصر كلها. هنشوف عندنا في مصر بدءا من عام 2014 وفض هذا الاعتصام المشؤوم، ازاي ان هم كانوا بيهددوا على منصة هذا الاعتصام ونفذوا فعلا تهديداتهم بتشكيلهم لميليشيات. احنا بنتكلم النهاردة عن أكثر من 26 ميليشيا أو منظمة أو جماعة أو تنظيم، سميها زي ما تسميها، فوجئنا بها نشأت في أو ظهرت أو حملت السلاح في الفترة دي. بدأنا في الأول في 2014 شفنا العمليات الكبرى، يعني عمليات الاغتيال عن بعد ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، تفجير مديرية أمن جنوب القاهرة، تفجير أمن مديرية جنوب سيناء. شفنا، هنشوف العمليات بتتنوع بتتشكل من 2015 لما بدأ داعش يظهر حتى في العراق وسوريا، والإرهاب يزداد في الشام، ويرجعوا ناس مسلحين وبقايا من تدربوا هناك على
الأسلحة والمتفجرات عن بعد. أي. شفنا تنظيم أجناد مصر وتنظيمات كتيرة جدا بتمارس هذا الإرهاب المتنوع. لكن يعني حضرتك شفت برضو عاصرت معانا نجاح مصر والحمد لله في كسر شوكة هذا الإرهاب، وإنه يبقى تاريخ يبقى من الماضي، وإنه الناس كانت بتراهن على برضو حتى هؤلاء الإرهابيين كانوا بيخوفوا المصريين والعالم إنها هتبقى بؤر الدمار وهتبقى طول عمرها مولعة، وإن حتى الدول اللي وعدت القوى الكبرى في العالم إنها تكون واحة للديمقراطية زي العراق مثلا حتى الآن ما زالت بترزح تحت أنين العمليات الإرهابية، بينما ولله كل الحمد والشكر تخلصت مصر من هذا الأمر بإرادة شعبها ويقظت جيشها وشرطتها. المعادة الإرهابية هي واحدة، يعني في كل تنوعات هذه الجماعات الإرهابية هي أي. أن الوصول إلى السلطة يعني يغير المجتمع ويجعلنا نحكم ونقيم ما يسمى الخلافة. أي. فعشان يصلوا للسلطة تنوعوا، جزء رأى أنه يستطيع عن طريق التربية والتكوين عبر تكوين جيل كبير جدا في المجتمع. أيوة. ده ممكن يصل للسلطة زي السلفيين. وجزء يرى أنه بالدخول للنقابات والسيطرة على المجتمع في كل ألوات المجتمع ومناحيه نصل للسلطة حتى بالسلاح فيما بعد، وهم الإخوان المسلمين. وجزء يرى بالقتال مرة واحدة وحمل السلاح، تنظيمات الجهاد القاعدة وغيرها. رأينا هذا كله في بعد عام 2014 خرجت كل هم استخدموا كل الوسائل الشيطانية دي في مصر بالذات، يعني طبعا 1300 عملية يعني كانت بتحدث حدثت في 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 سنة واحدة في عام 2014 في 15. تكلم على حجم عمليات ضخم، عربيات دفع رباعي كانت بتدخل من الحدود الليبية عبر حدود طويلة جدا، مجموعات تأتينا من السودان، إرهاب موجود في سيناء، جماعات بتعتمد سياسة الاغتيالات عن بعد، وجماعات أخرى وتنظيمات بتعتمد سياسة العربات المتفجرة، ومجموعات أخرى تعتمد ما يسمى الانغماس والمواجهة المباشرة في سيناء عبر السلاح وغيره، وأنفاق موجودة بتأتيهم الدعم بتأتيهم من بلاد كتيرة جدا، ولأول مرة هذه التنظيمات تحوز إلى دعم مالي ضخم جدا ملايين. وشفنا ده حتى في اعتراف عادل حبار، هو بيعترف على أنه هو بيطلب دعم مالي، وده على أنه سوف يقوم بتنفيذ عملية اللي هي في رفح فيما بعد. وفإحنا إحنا شفنا ده كله، تتكلم على كل ده، ومع ذلك الدولة المصرية العظيمة تماسكت وقويت وواجهت بشجاعة وببسالة. كانت معدل او النبراس او العمليه الضخمه جدا، عمليه النائب العام، اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، شفنا ده، وشفنا دعوه الرئيس السيسي بالمواجهه الحاسم، ثم فيما بعد التشكيل وعمل العمليه الشامله اللي هي شملت تامين الحدود، ضرب منابع التمويل، ضرب مخازن الاسلحه، ووصلنا الى مخازن اسلحه في البحيره في مزرعه ضخمه في البحيره تكفي لحرق محافظات مصر كلها في يوم واحد، وتفكيك هذه التنظيمات الإرهابية. وبالفعل مصر فككت أكثر من 26 تنظيم. هذه التنظيمات يعني امتدادها الفكري الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين كلها، تفرع منها القاعدة وتنظيمات الجهادية، وهذه التنظيمات كلها ترجع في وصولها إلى الإخوان المسلمين وأفكار سيد قطب وحسن البنا. تم القضاء على هذه الجماعات وأعلنت حتى سيناء خالية من الإرهاب، ومصر الآن الحمد لله بفضل الله الحمد لله تنعم في الأمن وتنعم في الأمان. طب أستاذ ماهر خليني أسألك كده جريا على طريقة الفلاسفة، ماذا لو لم يحدث ما حدث؟ يعني فكر معايا، لو كانت مصر بأجهزة معلوماتها اللي هي عارفة كم ما يخزن هؤلاء المجرمون من الأسلحة وكم الدعم المقدم لهم من مخابرات الدول الأجنبية على كل المستويات سياسيا وماديا وأدبيا وكل حاجة، وقالت بلاش دلوقتي نأجل شوية فض اعتصامات المزبلة اللي كانت معمولة في منطقة ربعة ومنطقة النهضة
وبلاش دلوقتي ومش عارف ايه، لغاية النهاردة على ويكيبيديا وفي وسائل الإعلام العالمية يقول لك الفض ايه الغاشم واستخدام القوة الباطشة لفض الاعتصام المعارض لانقلاب 3/7. لو كانت مصر استجابت لهذه الدعوات والضغوط عليها من أكبر جهات دولية في العالم، مش عايزين نقول أسامي قلناها كتير يعني، وما فضتش الاعتصامين دول، كان يبقى حالنا عامل إزاي دلوقتي؟ جماعة الإخوان المسلمين كانت يعني بتعلن بكل وضوح حرق مصر، وفي خطتها المنشورة اللي هي تم تسريبها عن المركز الدولي للدراسات في بيروت، أيوة. هو مركز كان تابع للإخوان وحطوا فيه خطة المواجهة مع الدولة، تحدثوا فيه بكل وضوح عما يسمى الإنهاك، إنهاك الدولة المصرية ونقاط الإيلام المباشرة، يعني كيف أؤلم الدولة المصرية عبر الإشاعات، عبر ضرب الاقتصاد، عبر وقف السياحة، إنهاك الدولة المصرية بكل يعني عبر الجزء. العمليات النوعية زي ما حضرتك تفضلت، لما تختال طبعاً. النائب العام، تختال محاولة اغتيال وزير الداخلية، ده كل ده إيه؟ لا طبعا، على الناحية التانية التنظيمات اللي هي بتعلن نفسها أنها تنظيمات جهادية مثل تنظيم القاعدة وتنظيمات التي ظهرت في مصر، حركة تطبيق الشريعة وغيرها 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 من هذه التنظيمات، هي هذه التنظيمات لها استراتيجية واحدة على مستوى العالم كله ومعادلة واحدة، وهي أنه لا بد من العمليات النوعية المسلحة للوصول إلى ما يسمى الفوضى. هذه الفوضى، ندير هذه الفوضى، ما يسمى إدارة الفوضى أو إدارة التوحش، وما يطلقون على الفوضى كلمة التوحش. من خلال إدارة هذا التوحش نقيم إمارة في التوحش، والإمارة تتوسع نقيم خلافة ثم نحكم العالم. لا فرق تماما بين حكم العالم في الخلافة لدى هذه التنظيمات وما يسمى أستاذية العالم لدى جماعة الإخوان المسلمين. هم تعبيران مختلفان لشيء واحد، يعني اختلاف ليس في النوع لكن في الدرجة، في الطريقة، في الاستراتيجية. إذن الفوضى الهدف الاستراتيجي والهدف الكبير، لأنه ده شفناه احنا يا جماعة، شفناه في العراق، يعني طبقوه عمليا في العراق وسوريا. أي. وصلوا إلى الفوضى، حكموا الفوضى، توسعوا من خلال الإمارة الممكنة إلى إقامة خلافة على نواف الموصل. هم يطلقون على ذلك ما يسمى التمكين في الأرض. أي. الإمارة الممكنة والتوسع فيها للخلافة، هذا كنا سنراه تفصيليا في مصر. لا حول الله والحمد لله أنه ده ما حصلش ومش هيحصل أبدا في مصر بإذن ربنا. خلينا أسأل حضرتك على برضو يعني من نعم ربنا علينا أن إحنا بنشوف تفكك داخلي داخل هذه الجماعات. احنا انا ما بحبش اتكلم كتير بعد المصير المؤلم اللي وصلوا له، وقلت انه يعني طالما يعني بيواجهوا دلوقتي القضاء العادل جوه مصر وفي اماكن اخرى، يبقى مش من الفروسية ان احنا نقعد نقول ده فلان قال وفلان عمل، لكن التفكك الحالي داخل هذه التنظيمات وبالذات أجيال الشباب عندهم اللي هي مش راضية على أداء معظم الشخصيات من الأجيال الأكبر منها، وشايفة إن هي السبب في إفشال الجماعة والتنظيمات و خصوصا بقى بعد التطور النوعي اللي حصل لما أدرجت حركة حسم كحركة إرهابية على قوائم الإرهاب في أمريكا. حضرتك بتشوف إيه الموقف الحالي؟ بيحاولوا يرتبوا أوراقهم إزاي في محاولات بائسة للعودة داخل مصر، يعني ان هم يلاقوا ارضية او يلاقوا ناس تطبطب عليهم وتقول زي زمان دول غلابة؟ يعني في هم يختلفون دائما، يعني هذه التنظيمات هزيمتها تكون دائما في اغلبها او في جزء منها كبير جدا من الداخل. ايوه، راينا هذا في سوريا، يعني راينا هذا في افغانستان من قبل، يعني حملوا السلاح على بعض وقتلوا بعض، وآلاف قتلوا، بل ملايين قتلوا في معارك ما بين حكمة يار وسياف ورباني ثم حركة طالبان فيما بعد وغيرها. أي. رأينا هذا في سوريا، أكثر من 50 فصيل مسلح يقاتلون بعضهم ميليشيات وفصائل متنوعة ويقاتلون بعضهم البعض.
رأينا هذا في العراق ما بين داعش والقاعدة. في مصر جماعة الإخوان المسلمين لا تخرج عن هذه الحالة، هي جزء من هذه الحالة الإسلاموية، يعني جزء من بالحرف الواو الإسلاموية، يعني الجماعات التي يعني ترى أن الإسلام لا يعني لابد أن يصل إلى السلطة، يكون حاكم ولن يطبق إلا بالوصول إلى كرسي الحكم. جماعات مختلة في الأساس، يعني تختلف عن النهج العام، ومن ثم هم يختلفون مثلهم مثل حال باقي الجماعات. انقسموا لعدة أسباب، واحد على مواطن النفوذ، يعني هذا المكان، هذا المسجد، ومعارك كانت تدور. الآن انقسموا على الأموال، يعني على التمويل، على من يسيطر على وسائل الإعلام، على من يسيطر على منابع المال ويشرف عليه، على الاستثمارات، على القيادة، من هو الذي يقود الجماعة وحق بقيادة الجماعة بعد وجود المرشد ومحمود عزت وغيره في السجن. لما قاموا بعمل انتخابات وهم في إسطنبول، انتخابات داخلية لتشكيل لجنة إدارية جديدة ومجلس شورى جديد، قامت معركة بينهم بالأيدي وبالأرجل وبالكراسي، يعني جاء حسمها وتدخل فيها الأمن التركي والشرطة التركية. وصلت هذه المعارك إلى خروج عناصر منهم كثيرة جدا تتحدث عن فساد مالي وأخلاقي كبير، مثل أمير بسام مثلا الذي خرج وهو عضو مجلس شورى الإخوان في تصريح متلفز على إحدى قنواتهم يتحدث عن فساد كبير جدا بالملايين لأحد القيادات وأنه يسرق هذه الأموال. وهناك من مثل عصام تليم يتحدث عن لجان إلكترونية يشكلها وجوش إلكترونية ما بين هذا الفريق وهذا الفريق، وكل منهم يتقاضى أموال من هذه الجوش الإلكترونية لحرب بعضهم البعض. لكن في النهاية هناك جزء من هذه الخلافات مصنوع من الجماعة، يعني جزء ترى الجماعة أن هذه الخلافات تعطيها حالة، تعطيها زخم، تعطيها نوع من القوة، يعني أن تذكر الناس بها، تفضل يعني في الصورة. الجماعة تماما لا يتذكرها أحد، حينما تقوم معركة بينهم يتذكرها الناس، يعني هذا الحالة تشير إلى زخم كبير من صناعة الجماعة أو جماعة الإخوان المسلمين. في النهاية الجماعة فقدت الأرض، يعني على الأرض في مصر هي غير موجودة في كمكاتب إدارية وكاجتماعات وكمجلس شورى ومكتب إرشاد، جزء منها في السجون وجزء هارب وجزء أفرج عنه لكنه تحت مراقبة لصيقة. إذن الإخوان كتنظيم ميداني انتهى، لكنها كفكرة لا تزال موجودة حتى الآن في أذهان شباب كثيرين جدا، لأننا يعني حاربنا التنظيم لكننا لم نحارب الفكرة حتى الآن. أنا كنت هسأل حضرتك السؤال ده حالا، هل نجحنا في محاربة الفكرة؟ الفكرة لا تموت، ودايما بسأل السؤال ده، هل يعني انخراطنا في العمل وفتح فرص عمل جديدة، وانه الشباب المصري ما بقاش عنده وقت، بقى بيدور على لقمة عيشه في شغلانة واثنين وتلاتة، هل ده يعني ساعدنا في مكافحة الفكرة نفسها، ام ان هناك ما زالت فرص لعودة هذه الافكار المسمومة داخل مصر؟ هذه الافكار متواصلة عبر التاريخ وليس في مصر فقط، يعني هذه الافكار في الحقيقة هي ليست معاصرة، يعني هي قديمة جدا، تعود إلى يعني أكثر من 1000 سنة، يعني مثلا السلفية التقليدية العادية الكلاسيكية هي بدأت قديما في أيام الأمويين ثم العباسيين ثم هذه الدول اللي هي تطورت فقط بفعل العصر الحديث. إذن الأفكار في منبعها هي هناك أشياء كثيرة في التراث الديني تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى يعني هل مدى دقتها وصحتها وتطابقها مع الزمان، يعني فقه الواقع، هل مثلا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هو ينفع للتطبيق، هل هو حديث صحيح فعلا؟ كل هذه الأمور لكي تراجع ولكي تقضي على الفكرة لابد أن تراجعها أولا، ولكي تراجعها أولا تحتاج ليس إلى هيئة وإلى منظمة رجعة ولا أفراد، ولكنها تحتاج إلى مشروع كبير جدا لا تقوم عليه مصر وحدها، لكن تقوم عليه كافة الدول مع وفود من العالم الإسلامي لكي هو يقرروا فعلا مراجعة وضرب هذه الفكرة في منبعها الرئيسي وفي المركز الرئيسي أولا، ثم ننظر للفروع فيما بعد، نراجع أفكار سيد قطب وحسن البنا ونرد عليها وغيرها، وهذا تحتاج إلى تصدي كبير من متخصصين، وهذا مهم جدا لأن الشباب في الحقيقة
هذا هو السبب الرئيسي في انتمائهم إلى التنظيمات في البداية قبل أن يكون سببا سياسيا هو سببا أيديولوجيا فكريا. طيب يعني كنت عايز أسألك عن الأزرع الإعلامية والفضاء الإلكتروني، في منها ما هو معروف ومفقوس زي شبكة رصد وغيرها، وفي منها اللي هو لسه مش معروف واللي بيتسلح بأنه بيكلم الناس عن ضميرهم، وبدأت ألمح صفحات كده ملهاش علاقة خالص بالدين، أو تبدو أن ملهاش علاقة خالص بالدين وخايفة بس على الغلابة اللي في مصر، لكن تلاقيها دايما تدور على القرارات الغلط، تدور على اللي حصل في الثانوية العامة، تدور على الاقتصاد ومشاكله عشان تنشرها. فهي ليست بعيدة في ذهننا كمثقفين وكناس واعية عن المصدر ده. فمين هي المؤسسة الرسمية والرئيسية اللي في رأي حضرتك مسؤولة ويجب أن تبدأ فورا في مراجعة هذا التراث زي ما حضرتك تفضلت؟ أنا طبعا لست متخصصا يعني. طبعا بالنسبة لهذه المراجعة وهذا المشروع على الدولة أن تطلق هذا المشروع، ومن ثم هناك مؤسسات دينية تابعة للدولة على رأسها الأزهر الشريف هي معنية بكل تأكيد في مراجعة مثل هذه الأمور، أولا قبل أن يكون هي مسؤولية فرد أو أفراد أو مجموعة من الأفراد، لأن كل مشاريع الإصلاح التي طرحت الإصلاح الدينية أطلقها أفراد ولم تطلقها مؤسسات حتى الآن. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الخاصة بالإعلام، الإعلام الإخوان لا تعتمد على الإعلام التقليدي الآن اللي هو بعض الفضائيات أو غيرها، رغم أن هذه الأمور مكلفة جدا وتحتاج إلى ملايين، وهم هناك من يمولهم حتى الآن إلى أنهم التجوا للإعلام الجديد. الإعلام الجديد هو في السوشيال ميديا وفي الفضاء الإلكتروني وفي الشبكات الداكنة، شبكات السوداء داخل أو الإنترنت المظلم كما يطلقون عليه أصحاب هذه الخبرات. يعني هناك عبر الإنترنت المظلم يتبادلون الرسائل، يتبادلون التمويل، يتبادلون الملاذات المؤقتة والآمنة ومعرفتها والوصول إليها وتزوير الجوازات السفر وغيرها. من الناحية الأخرى عفواً، الإعلام الجديد عبارة عن صفحات على المواقع التواصل الاجتماعي للتجنيد وللاستقطاب ولطرح بعض البوستات البسيطة، يعني صفحة رياضية أو صفحة في الفن أو صفحة تحمل مثلا بنت الصحراء أو اسم أي اسم غريب جدا، ويعني في مثلا يعرض عليها برامج طبخ وبرامج، لكن في النهاية في داخل الصفحة تجد بوست واحد كل شهر يطلقون مثلا على الذهب، على الاقتصاد، على غيره، وهذا البوست موحد مع كل الصفحات الإخوانية. هم يريدون ذلك، يعني ينفقون على هذه الصفحة من أجل هذا فقط. إذا بشكرك جدا أستاذ مي. نعم، وصفحات مناصرة وقنوات على اليوتيوب وغيرها وبرامج قصيرة على هذه القنوات ينفق عليها، وشركات مثلا ميديا فايل ونون وغيرها من هذه الشركات، نون فيلمز التي أخرجت فيلم رابعة في لندن وعرضته من 15 يوم، يعني هذه شركة مثلا من الشركات الإخوانية ينفق عليها عبد الرحمن أبو دي أبو عامر، لو أبو عامر اللي هو سلطان الإعلام الإخواني أو مسؤول الإعلام الإخواني أو رئيس الإعلام الإخواني أو ممول الإعلام الإخواني، كل ما تشاء. يعني هذا المقيم في بريطانيا يحصل على الجنسية الإنجليزية، هو من أصل فلسطيني متزوج مغربية من أصل يهودي، يتنقل كان ما بين قطر لبريطانيا إلى تركيا، كان مستشارا للأمير القطري سياسي. هذا الرجل الذي ينفق الملايين، طبعا وليست أمواله، ملايين الدولارات، هو يقوم بعمل هذه الشركات ويقوم بالإنفاق عليها. إذن لديك شركات يا أستاذ ماهر جدا، بعتذر أن وقتي يعني تم تجاوزه من عدة دقائق. بشكرك جدا على علمك الغزير، وأرجو أن احنا نلتقي كثيرا، لأن حضرتك لديك كنز من المعلومات والتحليلات حول هذا الموضوع. تشرفني. جزيل الشكر الأستاذ ماهر فرغلي، الكاتب والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على خير.